خلنا ننزهم من هجليك. لا ما يلومونا تاني اذا نحن رجعنا هجليك. نحن محترمين راي مجتمع دولي، محترمين راي الاتحاد الافريقي، حتى الايجاد، لان هما نحن ما انسحبنا من المحادثات. لما كان وفدنا بغيادة رفيق فقانا مم في أديس أبابا في الجولة الأخيرة، كانوا بيحاولوا مع الخرطوم، وفد الخرطوم تحت قيادة وزير دفاعهم، ووزير دفاعهم انسحب وخطط الحرب وهو خسر في الحرب. نحن نريد ونفطر المجتمع الدولي بأن يجب عليهم أن يكلموا خرطوم. الغارات الجوية في ولايات المجاورة وخاصة ولاية وحدة، والهجمات على قواتنا في تدشين يجب أن تقف من قبل جيش السودان. نحن نحترم رايهم، والخرطوم ما يحترم رايهم، وخرطوم عضو الأمم المتحدة، وخرطوم عضو في الاتحاد الافريقي. بنسأل هذه الأنظمة، نحن ما ضعيفين بأن يضغطونا، وأثبتنا ذلك، أثبتنا أننا قادرين نحمي حدودنا. نحن نرسل هذه الرسالة للأمم المتحدة، للاتحاد الإفريقي، إن ما دخل نحن هنغير رأينا. The vice president also appealed on